مشاهدينا نحييكم من جديد. اما ان احنا معقدين ومكلكعين ومزودينها شويه، او ان احنا عندنا حذر في ان كيكي يمكن ان تتحول الى لعبه موت. كيكي يمكن هي لعبه موت، افكينا لعبه موت اهو. انت شفت الناس اللي بتنط من العربيه وبتنقلب يمين وشمال وبتقوم مصابين، بس ما كملش بقى، ما جابش ايه اللي جرى. ده بهجه ايه دي؟ ما يعمل بهجه يا سيدي قدام بيته، جوه في فيلته لو عنده فيلا، او جوه شقته، او يروح يعمل له مكان في هاسيندا او في مارينا او بتاع، يقعد جواه يعمل الكلام ده في الوسعايا بتاعته. طيب خلينا عشان نبقى متناقش استاذ علي هنا، خلينا وانا بشوف المجتمع بيفكر ازاي. انت بتقول انه انه ازمه كيكي اثبتت ان المجتمع مش قادر على استيعاب ان المجتمع بيتغير، وان الناس يمكن انها تبتهج بوسائل مختلفه، وكمان بتدخلها في ازمه الهويه، وبتدخلها في العنصريه ضد المراه. ليه ده؟ انا شايف يا استاذ وائل زي ما قلت لك من شويه، في المجتمع المصري بيمر تغيرات حقيقيه، في تجديد في فكر المجتمع. المجتمع كان عنده فكر وكان عنده فريم كده ماشي جواه، لحد اما جه بدا المجتمع ده شويه شويه يكسر الفريم ده ويخرج بره. في ناس شايفه او بتقف ضد الحداثه وضد التغيير، شايفين ده بيأذي جدا اللي اتربوا عليه، هذا ما وجدنا عليه ابائنا، فهم شايفين لا احنا نمشي على هذا الصراط وما نخرجش براه. وفي ناس شايفه طب ليه ما نخلقش حاجه شبهنا، شبه افكارنا، مش لازم نمشي على الخط اللي احنا كنا ماشيين عليه والدي ووالدتي وجدي وجدي. فهي دي لب الصراع الحقيقي. مصر كان زمان المجتمع مرسوم له شكل معين، سواء كان للراجل او للست، بالذات الست مرسوم لها شكل معين ما ينفعش تتخطاه باي شكل من الاشكال. لما جه بعد كده، خصوصا بعد 30 يونيو تاني، وخصوصا بعد 30 يونيو، لان 30 يونيو دي كانت بمثابه كسر الكهنوت الديني اللي كان بيسيطر على عقول المجتمع وراسم وشكل هويه الدوله. بعد كده بدا المجتمع يتحرر بقى من السلطه الكهنوتيه اللي كانت ممثله في رجال الدين قبل كده، وبدات تنكسر سنه، فبدا المجتمع يتحرر شويه. طبيعي لما يتحرر بيتصادم مع الموروثات، ده شيء طبيعي وشيء بديهي، وبدانا نستورد ثقافه اشبه بالانسانيه، تشبه فطرتنا البشريه. فطبعا الناس خايفه ازاي نتصادم مع هذه الموروثات، وازاي نستورد من الغرب. السؤال هل دلوقتي النهارده الثقافه اللي احنا بنحاول نزرعها، اللي هي مبنيه على القيم الانسانيه في المقام الاول، يعني بس الموضوع اكبر من كيكي، اللي هي مبنيه على القيم الانسانيه وبنحاول نخلق مجتمع انساني قادر كلنا نقبل بعض، يبقى في مزيد من الحريات موجوده في المجتمع. اي مجتمع سوي عايز يقوم عايز ينهض لازم يكون في قوانين تؤمن بالحريات وافراد تؤمن بالحريات، ونقدر نتداول الحريات جوه المجتمع. غير كده يبقى احنا بنضحك على نفسنا، غير كده عمرنا ما هنتقدم، غير كده عمرنا ما هناخد خطوه لقدام. وهو ده لب الصراع اللي موجود، في صراع ما بين اجيال موجود في المجتمع المصري. الدكتوره اتكلمت فيه، قالت لك في فرق ما بين المينتاليتي او العقليه بتاعت جيل السبعينات وجيل الثمانينات، انا معاها كل الحق. طبعا في صراع وصراع باين جدا. فالنهارده ايه الحل؟ الحل اول حاجه لازم نفتح نقاش، مش اخده كده اقول له تعالى حبيبي وارميه في السجن، واشرع قوانين وسن قوانين تسلب الحريات. سلب الحريات مش ممكن في الدنيا نشرع قوانين ترجع المجتمع تاني للعصور الوسطى. مش ممكن نشرع قوانين تسجن بني ادم لمجرد نيته وتعمده الفرحه. يعني لما جه قانون المرور هو بيقول لك تعمد وقوف المرور، يبقى انا عندي تعمد وشخص مؤذي فطبيعي اتعاقب، لكن انا بتعمد فعلا انا بنبسط وبحاول ابسط اللي حواليا في وسط الظروف اللي احنا بنمر بيها. يعني الناس برضه ظروفها هي بتدور على السعاده في الوقت اللي احنا عايشين فيه، مش عيب، المفروض نساعدهم. ولو في غلط نقعد نتناقش ونتحاور، مش نروح كل حاجه سياستنا انت غلطت هوب خش على السجن. مش ممكن. طيب هنا الاسلوب العقابي يا استاذ، لو عشان بس نبقى بنتكلم، هو بيتكلم على انه القضيه مش قضيه اسلوب عقابي، قضيه ناقشوا يا جماعه. اقوال يراد بها حق وهي اقوال باطله. احنا اولا المجتمع المصري من زمان قوي، من ايام ما كان دخلت الحريه للمراه وكل ده، كل الحريات موجوده، هي في فتره وسيطة صغيرة جدا، الفترة بتاعت ان احنا رحنا الخليج ورجعنا بمجموعة من القيم الخليجية اللي هي
بتاعة الصحراء، فحبوا اللي رجعوا يطبقوها، بيطبقوها على نفسهم انهم ما طبقوهاش على المجتمع المصري اللي فعلا انغلاق الشديد اللي بدأت السعودية نفسها تنفتح الان على نفس البلاد اللي هم جايين منها. دلوقتي السعودية عملت تطور شديد جدا، دلوقتي الست بتسوق العربية، بتروح السينما، بتروح تحضر ماتشات. طيب ما هو بيقولك بنفس المنطق، لا اذا كان العالم يتجه للانفتاح على الحياة والبهجة والسعادة. لا يا بيه البهجة، لا بشوف حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين، مفيش حرية مطلقة، يعني الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، مفيش حاجة. طب بس احنا سبت اللي هو مش كنا بنقول دايما ليه الشخصية المصرية اصبحت مكتئبة بهذا الشكل؟ لا مش مكتئبة. ليه بنشوف الناس في الشارع بطلت تضحك لما نلاقي في ناس؟ بالعكس، اللي انا فهمته من اللي بقولك يعني لما تلاقي ناس تصنع بهجة حتى لو بتفتح باب السيارة لمدة 20 ثانية. يا استاذ وائل، انت اكتر واحد يعلم ان الشعب المصري ابن نكتة، والشعب المصري لو ما لقاش حد ينكت عليه ينكت على ظروفه اللي هو عايش فيها. ده النكتة موجودة مع الشعب المصري، انما احنا بنقول الظروف اللي هو بتيجي فيها. طيب على ده عشان اسمع بس الظروف في الجوانب الاجتماعية والنفسية. دايما بيجي نناقش القضية دي دايما يقولوا يا استاذ وائل عاداتنا قيمنا، لازم نفهم ان فكرة العادات نفسها والتقاليد هو معيار نسبي بحت من الدرجة الاولى. كل انسان بيفسره حسب البيئة اللي تربى عليها وحسب رؤيته وعقله للامور. تاني حاجة وده الاهم، ان العادات والتقاليد اللي احنا عاملين نتمسك بيها وكأنها من المقدسات دي احنا اللي خلقناها، ممكن نسيبها، ممكن نعدلها، ممكن نلغيها، ممكن نجيب نص تاني خالص نشرعه عادات وتقاليد لينا. ايه المشكلة؟ ومش بس انا بقول كلام نظري، مصر لو بصينا ليها من اول التاريخ لحد النهارده ياما اتغير عادات وثقافات دخلت على الشعب المصري. طيب وانت بتعمل المشهد ده قبل ما اسمع التليفونات مع زوجتك الاستاذه سالو، كانت حصلت ضجه وشفت هجوم على كيكيا، ايه اللي خلاه؟ مش قلت ان انا لو عملت ده؟ ما هو في احيانا بعض يقول لك لا خلاص طالما حصل هجوم بهذا الشكل. لكن يبدو ان انتوا عملتوها تحدية. صدقني لو قلت لك ولا تحدي ولا حاجه خالص، واول مره والله لحد ما جيت لك البرنامج هنا اعرف ان في ناس ضد الموضوع ده. مش ممكن اتخيل ان العقليه المصريه في 2018 بتفكر بهذا بهذا الشكل. والنبي حضرتك محامي مش كده؟ مفروض المفروض انك محامي مفروض. ودارس قانون المرور، لانك بتجيلك قضايا او بتروح تعمل الكلام ده. تمام. تعلم ان فتح باب السياره جريمه، تعلم ان النزول من العربية وهي ماشية جريمة، تعرف كل الكلام ده، انك انت ممكن تتسبب في اصابة تصوير بالموبايل وهو سايق او ايوه طبعا او ده كلام في الموبايل جريمة. تاني يا سيدي، هو جاوبت اول حاجة. القانون بيقول لك ايه؟ اذا تعمد، اذا من غير تعمد. يا فندم اسمعني بس الاخر. اول حاجة فرقنا وفي احكام نقض ممكن ابعتها لسيادتك واجيبها لسيادتك يا استاذ وائل. في احكام نقض بتتكلم في الموضوع ده. في فرق كبير جدا يا استاذ وائل ما بين انا ماشي في طريق عام في عربيات وسيارات، في الحاله دي انا بعرض حياتي انا وحياه اللي حواليا للخطر. فانا قلت لك انا بتفق معاك، وفي فرق يا فندم ما بين انا في شارع جانبي جوه شارع جانبي فاضي تماما يخلو من اي شيء حتى ما فيهوش صوت ناس. في لحظه في لحظه ما يبقاش فاضي، معلش بس في لحظه واخد اقصى اليمين خالص، مفيش تقاطعات. الفاضي مش هيبقى فاضي بعد. لا مفيش تقاطعات. اول تقاطعات على مسافه يعني 20 ثانيه، يعني زي ما احنا حسبناه. اصلا انا هخاف على عمري اكتر برضو ما هخاف على حد تاني. طب وانت نازله العربيه والعربيه بتتحرك؟ ما هو ده، ما انا قلت لحضرتك ان احنا كنا بنعمل كده زمان في الاتوبيس وماشيين على سرعه 10 كنا بنضرب علشان البنات. يا فندم اكيد حضرتك عديت على حاجه زي كده. وبعدين دلوقتي انا عرفت في الفاصل عرفت في الفاصل ان المدام مدرسة في مدرسة ثانوي، يعني اجيال درست لهم بتقول 15 سنة. 15 سنة هو ده اللي انا قلته يا فندم. لما يجوا دلوقتي يشوفوها وكده، انا عملت كده في الكلاس، القدوة المدرسة بتاعتهم بتعمل اهم قدامهم بتنط من العربية هينطوا، المدرسة بتاعتهم فاتحة باب العربية هيفتحوا باب العربية. يبقى انا عملت قدوة لتلاميذي اللي هو بيشوف كمان على من الخطر انك مدرس، يعني بالتاكيد النشأ والاطفال الاطفال دايما يقولوا انا شفت القبله بتاعتي في مرحله ثانوي فبتقلب، يعني هو خايف من ده كمان. يعني ده عموما احنا يعني عندنا عامه احنا عندنا انفصال ما بين الشغل وما بين الحياه الشخصيه. يعني يعني انا صفحتي مثلا او انا او حياتي منفصله، هتنتشر عند كل تلاميذ. حضرتك هتنزليها على يوتيوب ده منطق. مين الاستاذ الجامعه اللي اترفدت دي اسمها ايه؟ منى البريل. انت جبتها من
انا والبرنس اه طبعا كانت بتدرس في البيت على فكره نفس القصه بس تعصبها في البيت معناها كانت بتدرس في البيت مع ان هم كانوا بيقولوا لسه حطيته لا لا دي بتدرس لاجيال طب هي رقصت في البيت وبرضه اتسجنت بالرغم طبعا في اختلاف كبير ما بين اللي انا عملته ما بين اللي انا مش عايزين نخرج تم ايقاف عمل عندنا مش عايزين نخرج بس يبقى الموضوع تصلح يعني ما في دخل